ماذا أقول في المرحوم؟ المرحوم كان عنوان النزاهة والجرأة والصداقة والوضوح والدفاع عن الرأي ديالو، كما كان له حضور سياسي سواء على المستوى الدبلوماسي أو على المستوى الحكومي، وظل كذلك متواضعا جسورا. خسرنا فيه رجل سياسة كبير محنك، وخسرنا فيه، أنا خسرت فيه صديق حميم، لم نفترق إلا بعد قبل يومين أو ثلاثة، كان بيننا حديث طويل. على كل، المغرب خسر فيه رجلا قدم الكثير، وكان حاضرا في الواجهة السياسية، وكان حاضرا في القرارات السياسية الكبرى، وجاءت المنية، وهذا قدر الله لا مرد لقضائه، ولكن خسرنا فيه رجلا بمعنى الكلمة. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.